بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على البروسيس الثالثه في شابتر بروجكت انتجريشن مانجمنت. البروسيس الثالثه هي دايركت اند مانج اكسكيوشن. زي ما اتفقنا ان معظم البروسيس هنا تعتبر بتتكلم بشكل جنرال، تعتبر هي المظله او الامبريلا لمعظم البروسيس. دايركت اند مانج اكسكيوشن بوجه عام، المونيتور اند كنترول ورك بوجه عام. فبالتالي انا بتكلم هنا بحيث ان هي تبقى يعني عموميات، او تبقى هي المصطلح العام اللي بيشمل تحتيه كل البروسيسز الخاصه بالاكسكيوشن مثلا، او البروسيسز الخاصه بالمونيتور اند كنترول زي ما هناخد في المونيتور وكنترول. طيب المتوقع هنا طبعا في الدايركت اند مانج اكسكيوشن ان انا هيطلع عندي deliverables. انا بنفذ الخطه اللي موجوده عندي، عندي بروجكت مانجمنت بلان قلت هعمل فيها اكتيفيتيز معينه، سواء كانت الاكتيفيتي دي جزء من البرودكت ان هو deliverable مثلا، عباره عن سقف انا بصبه، اوضه بعملها دهانات، سيراميك، الكلام ده، او اكتيفيتي من ضمن الاكتيفيتيز بتاعه البروجكت مانجمنت ورك، بعمل بلان، بعمل سبميتال، بعمل شوب دروينج وهكذا. كل ده بيبقى موجود عندي في البروجكت مانجمنت بلان، واثناء الدايركت اند مانج اكسكيوشن انا بنفذه. قد يكون من ضمنها مثلا طلب اجراء تغيير عند الاحتياج لذلك، وانجاز اعمال التغيير لو كانت ابروفد باعتبار ان هي دخلت معايا في السكوب الجديد. واحده من ضمن الوظائف الهامه لمدير المشروع اثناء الاكسكيوشن انشور كومن اندرستاندينج وانشور بينج اوف سيرفيس. ضروري يتاكد مدير المشروع ان الناس فاهمه هي هتنفذ ايه، لان هو مسؤول عن التيم ده. التيم ده يعتبر المفاصل الرئيسيه للبروجكت، هي زي ماكينه كامله ودي المفاصل الرئيسيه اللي بتتحرك، فلازم كل مفصل منهم يبقى شغال وعارف هو هيعمل ايه. فضروري ان كل واحد من التيم يبقى فاهم اللوك اهيد بتاعه، بتاع مثلا 1 مانث لوك اهيد، الاعمال المفروض ينفذها خلال الشهر الجاي هي ايه، مناقشينها وعارفينها طبقا للخطه، وكل الناس فاهمه ادوارها هتكون ازاي، بنحضر للشغل بتاعنا، ان كل الناس عارفة اخر ابديت من البروجكت مانجمنت بلان. او مثال ثالث ان التوب مانجمنت يعني مطلع على التقارير وبيقروا التقارير اللي بتوصل لهم، مش مجرد تقارير وخلاص. دي كل دي امثلة طبعا جزئية من الكومون اندرستاندينج. النقطة الثانية being of service، يتأكد ان كل الناس فعلا of service، او الناس يعني فاهمة دورها هتعمل ايه، والناس فعلا شغالة ومستعدة للمشاكل اللي هتقابلها او للاعمال اللي هتنفذها. فهنا بيقول لي why ensure common understanding and being of service، this is the project manager's job. لان محدش تاني غير مدير المشروع هيبقى حريص على ان هو يدفع الناس ويزقهم للعمل، ويتأكد الناس فاهمة هي هتعمل ايه ومستعدة فعلا للاعمال اللي جاية. This will prevent problems, decrease time and decrease cost. البروسيس اللي بعد كده هي monitor and control work. انهي work؟ الاعمال بسرعة عامة. معنى كده ان البروسيس دي تعتبر برضو هي امبريلا لكل العمليات اللي خدناها قبل كده الخاصة بالmonitor and control. خدنا monitor وcontrol في الاسكوب، في التايم، في الكوست، في الكوميونيكيشن، في الكواليتي، في كل النولج اريا كان بيبقى فيه monitor and control. تماما زي البلان دو تشيك اكت، لا شك ان كلنا عارفين القانون ده اللي قايم عليه معظم علوم الاداره، ان انا بخطط انا هعمل ايه، وبعد ما اخطط ببدا انفذ، اعمل اكسكيوشن، وبعد كده نفذ. طيب اللي نفذته ده صح ولا لا؟ لازم يبقى في اوديتنج، لازم يبقى في مراجعه، لازم يبقى في ريفيو، فبالتالي في مونيتور اند كنترول. وبعد ما عملت مونيتور اند كنترول باخد ديسيشن بناء على المونيتور اند كنترول ده، هل فعلا محتاج اغير حاجة، اعدل الخطة، اعدل الشغل نفسه عشان يبقى مواكب للخطة. فهو ده اللي بنسميه act، ان انا اخد decision، plan, do, check, act. حاولوا تحفظوها باعتبار ان هي قايم عليها كتير جدا من العلوم، حتى لو في علوم مش احنا مش على دراية بيها مثلا، باعتبار ان احنا ما دخلناش فيها، ان كانت في البروجرام مانجمنت، في الاستراتيجي مانجمنت، في البورتفوليو مانجمنت، لا شك ان كلها هتلاقيها مبنية على العلوم ديت او على القانون ده، plan do check act. طيب ندخل في البروسيس بتاعتنا monitor and control project work. انا كان عندي plan زي ما قلت في كل الخطط، كنت بعمل project management plan فرعية، ودي project management plan الرئيسية اللي بتلم كله. طيب عشان انا بعمل plan دي ليه؟ عشان انفذها. طيب يبقى محتاج ان انا اشيك هل فعلا نفذتها ولا لا. هنا يجي دور monitor and control، ان انا بقارن ما بين اللي تنفذ وما بين البلان، هل فعلا ماشي طبقا للبلان ولا لا. تقييم الأداء، تقييم التوصيات assess performance and recommend action،
tracking, monitor and control risks، مش بس بقى الريسك، التايم والكوست والكواليتي وكل العمليات. الـ change request كنا قلنا قبل كده في كل عمليات المونيتور وكنترول لازم هلاقي ان الاوتبوت من ضمنها change request. اي نعم هو محتمل بس هو وارد، وارد ان انا يعني من كل عمليات الـ change او كل عمليات المونيتور and control لو لقيت في اختلاف او في انحراف، في variance، في مش ماشي طبقا للخطة، فبالتالي متوقع ان يكون في change request. وهكذا برضو في البروسيس ديت، لان هي تعتبر المظلة بتاعتهم كلها او الشاملة لكل عمليات المونيتور and control، فبقول هنا change request is output of this process. Change request is output for all processes زي ما قلنا من شوية in monitor and control process group. Change request ممكن يكون واحد من ثلاثة: corrective action, preventive action أو defect repair. بس طبعا مش معنى كده ان كل corrective action أو preventive أو defect repair تبقى change request. وارد ان corrective action ده يبقى إجراء تصحيحي بس ما ترتبش عليه تغيير في السكوب، حاجة بس انا بصحح في البروجكت مانجمنت وورك نفسه، حاجة لحقتها قبل ما تتصاب فصلحتها وعالجتها، تغيير مثلا في الريسورسز في افراد الفريق بشكل معين، فما يعتبرش change request. لكن change request ممكن ان هو يبقى الكوركتيف اكشن او بريفنتيف او ديفكت ريبير. نبدأ الاول بالكوركتيف اكشن او الاجراء التصحيحي. الاجراء التصحيحي معناه ان انا حتى عن الخطة، بعدت عن الخطة، سواء كانت الخطة دي خطة زمنية أو خطة مالية أو خطة حتى في معايير الجودة، أي نوع من أنواع العلوم بتاعة المعرفة، أي نوع من مجالات المعرفة knowledge area بتاعتي، لو كنت عامل خطة معينة وبعدت عنها فأنا محتاج أن أنا أعمل corrective action عشان أرجع الأداء للخطة بتاعتي. هنا بقى بيفرق ما بين حاجتين، البيفور والافتر. بيقول لي قبل ما اخد الكوركتيف اكشن ما ينفعش ان انا استنى المشكله انها تحصل، لازم ابقى برو اكتيف، لازم ابقى مستعد وابقى مجهز لان المشكله ما تحصلش، اخد الاجراءات الاحتياطيه الوقائيه ان المشكله ما تحصلش. طب فرضا ان هي حصلت المشكله، طيب محتاج اعمل ساعتها ايه؟ اخد كوركتيف اكشن. طيب بعد ما خدت الكوركتيف اكشن خلاص انام على كده؟ لا، المفروض اتاكد فعلا الكوركتيف اكشن ده كان فعال وفعلا عالج المشكله ولا لا، ولا محتاج اخد كوركتيف اكشن زياده او فيرذر كوركتيف اكشن. وزي ما قلنا الكوركتيف اكشن ممكن يكون تشينج وممكن يكون لا، بس لو كان تشينج ضروري ان انا ادخل على البروسيس بتاعت انتجريتد تشينج كنترول بروسيس اللي هناخدها بعد شويه. طيب النوع الثاني البريفنتيف اكشن، وقلنا عنه ان انا محتاج ابقى دايما باستمرار ببص على المشاكل قبل ما تحصل، اتوقع فعلا ان في مشكله ممكن تحصل وابدا ان انا احاول امنعها قبل ما تحصل. طيب متوقع مثلا ان الاداء بتاع الجوده ما يبقاش كويس، اعمل تريننج للناس بشكل جيد. متوقع مثلا ان مشكله تحصل عشان كانت حصلت قبل كده في مشروع تاني وانا عارفه، احاول ان انا امنعها. في موظف عندي ويعني دايما بيعمل مشاكل فمتوقع ان يحصل منه مشاكل مستقبليه، احاول ان انا اغيره، وهكذا. كل دي تعتبر امثله للبريفنتيف اكشن. النوع الثالث هو الديفكت ريبير، ومقصود بيه الريورك، ان انا عملت حاجه بشكل غلط مش مطابق للمواصفه وبعدها تاني صبيت عمود يعني بشكل مش كويس او غير مطابق للمواصفات او سقف او اي نوع من انواع الاعمال، والراجل الاستشاري جه قال لي كسر الكلام ده او المالك مش عاجبه، وببدا ان انا اعمل ريورك مره تانية. بس وبكده نبقى خلصنا البروسيس الرابعه مونيتور اند كنترول ورك.